طلاب الفرقة الثانية علوم سياسية الشعب العربي مقرر الفكر السياسي. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة. كان المقرر أن يكون وقت انعقادها أو ميعاد انعقادها يوم الثلاثاء 24 مارس، بسبب الظروف اللي بتمر بها الدولة المصرية والعالم أجمع فضلت الدولة أن تحفظ حضراتكم وخليكم في البيت ونمارس التواصل الإلكتروني. محاضرة النهاردة حول رابع مفكري المرحلة الليبرالية أو الفكر الليبرالي الغربي بارونتي مونيتسكو، الذي ولد في القرن 17 وتوفي في القرن 18. بنفس الترتيب اللي احنا بنتناول به كل حالة العوامل المؤثرة في فكر مونتسكيو. أولى الأشياء اللي أثرت فكر مونتسكيو انتقال مركز الفكر السياسي من إنجلترا إلى فرنسا، اللي كانت حتى وقت قريب هي المركز العصر، لكن بعد لوك بديناميكية الحياة السياسية وتبلور الاختلاف بين الملكية المطلقة والمنهارة وبين الشعب ومسالف البرلمان، كل ده أثر ونقل مركز الفكر من إنجلترا إلى فرنسا، حيث ديناميكية الحياة السياسية كمان من العوامل المؤثرة في فكر مونتسكيو. حكم لويس الرابع عشر اللي عاش في ظله لحتى اللي ظل في الحكم حتى 1715، واللي كان حكمه بيتسم بالإطلاق أو عدم التقيد. من العوامل أيضا اللي أثرت فكر مونتسكيو ثورة إنجلترا 1688، بعد الصراع اللي دام بين الملك والبرلمان، واستطاع الملك في فرنسا أنه يستوعب الدرس أنه يحول دون انعقاد البرلمان لفترات طويلة. مونتسكيو كمان من عائلة أرستقراطية، درس في أكاديمية بول. أيضا من العوامل المؤثرة في فكر مونتسكيو طبيعة أعماله، هو عنده ما يعرف برسالة فارسية، ولكن أهم كتب أو أعمال مونتسكيو هو روح القوانين، اللي أكد فيه أن المفسدة البشرية يجب أن تختلف وتبان، والحقيقة دي فكرة كانت حديثة بالنسبة لرؤى مونتسكيو، فكرة التبان والاختلاف وفق الظروف المحيطة بالبيئة ومحيطة بالنظام السياسي. اتكلم عن نسبية كل حاجة بناء على اختلاف أو تباين الظروف المحيطة، باختلاف المناخ، باختلاف القوانين، باختلاف البيئة، باختلاف التاريخ، كل ده اختلف أو جعل هناك اختلاف في القوانين وأنواع نظم الحكم. مونتسكيو من الأشخاص اللي خدوا مكان وسط بين الحقيقة والنظرية، أكد على حرية الفرد، حرية مطلقة، حرية لا يجوز سلبها حتى في فعل الخطأ، فالإنسان حر أن يقوم بهذه الأخطاء. ركز على جماعة الأفراد، لا على من يقوم به أو لا على ما يقوم به المحكوم. اهتم بالورد دراسة سياسية لا أبعاد اجتماعية، يعني هو من الأشخاص اللي حاول يركز على ما هو اجتماعي إلى جانب ما هو سياسي، وعشان كده كان واحد من رواد الكشف عن أثر البيئة على النظم السياسية. مونتسكيو تبنى منهج اتكلمنا عنه قبل كده في ميكيافيلي، هو فكرة استقراء التاريخ أو استقرائي التاريخي، استخراج أمثلة بعينها يقوم عليها أو ترتكن عليها رؤيته استنادا إلى وقائع تاريخية، وعشان كده حاول ان هو يدرس اكتر من مكان في العالم، يعني درس حاول يتواصل مع تاريخ الامبراطورية الرومانية، ولكن نظرا لصعوبة الاتصال والتواصل في اوروبا في الوقت ده كانت دراسته بناء على نقل من اعمال سابقة، فاتسمت او كان لها سمات من عدم الدقة في بعض الاحيان. مونتسكيو عنده 8 قضايا، أولى القضايا كان الحديث حول القوانين وإيه هي أنواع القوانين. إنجاز لنا أن نطلق على مونتسكيو هو مؤسس فكرة قانونية الحياة السياسية، هو وضع أهمية خاصة للقوانين اللي شايفها هي عبارة عن العلاقات الضرورية الناتجة عن طبيعة الأشياء، شايف أن مفيش حاجة بتتم بطريقة عشوائية، كل شيء مرتبط بحركته بقانون، وكل سلوك من هذه الأشياء مرتبط بطبيعة خاصة، وعشان كده هو قسم القوانين لأكتر من نوع. أولى الأنواع اللي اتكلم عنها مونتسكيو كانت القوانين الطبيعية الناتشرال لوز أو النورمال لوز، دي بتستمد من حالة الطبيعة. لو فاكرين احنا كنا بنتكلم في هوبز ولوك وروسو عن حالة الطبيعة، شايف ان القوانين الطبيعة هي اللي كانت بتحكم الإنسان في هذه الحالة قبل أن يتقيد، وهي متماثلة مع العقل، هي يعني متوافقة ومتماثلة مع طبيعة العقل البشري في المرحلة دي. في ظل حالة الطبيعة القائمة على قانون العدالة والمساواة
في الحقوق والواجبات بين الافراد. يعني اذا انجازنا ان احنا نتكلم عن حاله الطبيعه فكر مونتسكيو كمان يبقى هي كانت بتحكم قوانين الطبيعه، قوانين الطبيعه المحكمه بالعقل او متماسه مع العقل، قوانين الطبيعه او حاله الطبيعه قائمه على العداله، قائمه على المساواه في الحقوق والواجبات بين الافراد. وشايف ان الافراد عاشوا في حاله رعب مستمر من مخاطر حقيقيه او تخيليه يسيطر عليها الشعور بالنقص والجبن. فالانسان لم يكن عدوانين بس في مخاوف كانت بتحوم حول هذا الانسان. هذه المخاوف بعضها حقيقي وبعضها من خيال الانسان، وعشان كده بدأ يدخلوا او بدأوا يخرجوا من حالة الطبيعة ومن قانون الطبيعة. يرى مونتسكيو ايضا ان فكرة التسلط فكرة معقدة لا يمكن ابدا الحديث عن سلطوية او شمولية او حكم مطلق في ظل حالة الطبيعة، لان هي حالة الطبيعة كما صورها هوبز مرفوضة بالنسبة لمونتسكيو. فالخوف من الاخر، الخوف من الاخر، والخوف المولد للسلطوية لم يظهر إلا مع ظهور المدنية، ظهور فكرة الدولة، ظهور فكرة المجتمع السياسي إنجاز التعبير. حالة الطبيعة كانت عاملة اجتماعية سبب في التقارب والنمو التدريجي ووصول الإنسان إلى دولة أو إلى مجتمع مدني بشكل آخر. دي القوانين وأنواعها. أول أنواع القوانين هي القوانين. تاني انماط القوانين يتكلم عنها مونتسكيو قوانين الطبيعيه الوضعيه اللي بيسميها ايجابيه. يعني عندنا القوانين الطبيعيه دي رقم واحد. القانون او القوانين او النمط التاني من القوانين هي القوانين الوضعيه الايجابيه بحسب رؤيته. شايف ان الانسان بيدخل الانسان في المجتمع بيفقد خوفه وعدم جرأته الطبيعيه، عشان كده بيدخل في تاسيس مجتمع واعي، واعي بقوته، واعي بمدى القوة اللي فيها هذا المجتمع، ويعمل على محاربة الآخرين. لذا يبدأ الإنسان في استخدام القوة السياسية في تحسين أوضاعه. هنا القوة انتقلت من قوة بشرية إلى قوة سياسية، وتبدأ القوانين الطبيعية اللي حكمت مرحلة العدالة والمساواة في المرحلة الطبيعية التكيف مع واقع جغرافي وتاريخي بعينه. واقع جغرافي وتاريخي بعينه. أرجوكم ركزوا فكرة دي، إن القوانين الطبيعية بتختلف تكيفها او تختلف طبيعتها في مرحلة المدنية او في مرحلة تأسيس المجتمع المدني حسب السمات الجغرافية والتاريخية لتنتج ما يعرف بيه القوانين الوضعية. هذه القوانين الوضعية لها افرع او لها اشكال، منها قانون الشعب، ده اللي بينظم العلاقة بين الدول، في السلم بينظم التعاون، وفي الحرب يتحاشى او يحاول ان يبعد عن اكبر الخسائر، ده القانون الشعب. قانون السياسي بيحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والقانون المدني هو اللي بيحكم العلاقة بين المحكومين بعضهم البعض. يعني داخل القوانين الوضعية الايجابية اللي تأسست على اساس القوانين الطبيعية اللي تكيفت مع واقع جغرافي وتاريخي بعينه، هناك اشكال او نقدر نقول مستويات. المستوى الاول ما يحكم العلاقة بين الدول يسمى قانون الشعب، ما يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم يسمى قانون سياسي، وما يحكم العلاقة بين المحكومين بعضهم البعض يسمى القانون المدني. بعد ما تناول مونتسكيو انواع القوانين اكد على فكرة كانت نسبيا حديثة، هي نسبية القوانين. شايف ان القوانين لا تصدر، يعني فيش جهة تسمى جهة اصدار القوانين، وانما تتشكل وتتكون وفقا للاوضاع والظروف الموجود فيها المجتمع، من تقاليد، من مناخ، من طبع قومي، من مستوى اقتصادي، من نمو اقتصادي، من خصائص الشعب. وعشان كده ظهر مفهوم هو رائد هذا المفهوم مونتسكيو، هي فكرة روح القانون. روح القانون وسمات القانون الداخلية تتغير او تختلف من مجتمع الاخر حسب الظروف والاوضاع المحيطة اللي جعلت هذا القانون ينمو ويتشكل في بيئة لها سمات بعينها. فالظروف المحيطة هي اللي بتحدد العقل وما يقوم بتعيينه وتقنينه. والقانون الوضعي ده قانون بينتج عن العقل، ينبع من الظروف المحيطة ويتناسب مع ارادة الافراد اللي بتنتج فيه سمات بعينها داخل بيئة بعينها. نتيجة اختلاف الظروف بين المجتمعات تختلف القوانين بين هذه المجتمعات. لذا اتكلم وشرع على فكرة نسبية القوانين، وكمان اكد على انتهاك القانون. القانون يوضع ليه انتهك او يوضع ليعاقب من ينتهج القانون بسبب ان الانسان حر، وبسبب ان قصور ذكائه عن فهم ان القوانين هي اللي جعل حياتنا افضل بنحاول ننتهك هذه القوانين. فالقوانين هناك نسبية لها حسب الظروف المنتجة او المسؤول عن الاوضاع والظروف المحيطة بتشكل هذا القانون. القوانين بتختلف حسب البيئة اللي بيعيش فيها المجتمع، حسب البيئة المشكلة للعقل البشري،
اللي بيقوم بتعيين وتقنين هذه القوانين حسب إرادة الإنسان تتشكل وفقا لهذا العقل وفقا لظروف بعينها، وبالتالي هناك نسبية لهذه القوانين اللي بتختلف من مجتمع الآخر حسب اختلاف سمات هذا المجتمع. وهناك ما يعرف به انتهاك القانون بسبب حرية إرادتنا وبسبب قصور فهمنا عن أن القانون وضع ليجعل حياتنا أفضل. اتكلم أيضا متسكو عن النسبية الاجتماعية والمعنوية، حيث لم يصح في تطبيق عالمي لأي قانون، فيش حاجة اسمها قانون عالمي، فيش حاجة اسمها قواعد تطبق على كل المجتمعات، وإنما قواعد تطبق حسب كل مجتمع حسب كل ظروف. عشان كده ركز على تعقد المشكلات الاجتماعية داخل مجتمع واختلافها من مجتمع إلى آخر. إذا تحدث عن نسبية القانون، تحدث أيضا عن نسبية الحكومات، وذلك تطبيق الاختلاف الظروف الاجتماعية. القضية الثانية فكر مونتسكيو هي أنواع الحكومات. إذن القضية الأولى تكلم عن القانون وأنواعه ونسبيته، والقضية الثانية تكلم عن إيه هي أنواع الحكومات. أنواع الحكومات مونتسكيو بيقسم الحكومات، قسم أنواع الحكومات إلى ثلاث أنماط. أولا الملكية، حكم الفرد وفق القانون. النوع الثاني عنده الاستبدادية، ده حكم الفرد وفق لرغباته. وفي انواع جمهوري، حكم مجموعه الشعب بقى. والجمهوريه دي بتاخد شكلين او بتاخد نمطين، اما ارستقراطيه او ديمقراطيه. واكد مونتسكيو على ان نوعيه القائمين بالحكم، لان اذا كان قائم بالحكم يحكم بالقانون وفرد فهي ملكيه، وان كان هذا الفرد يحكم وفقا لرغباته واهوائه دون تقدم قانون فهي استبداديه. واذا كان هناك مجموعه من الشعب يحكم اما ارستقراطيه او ديمقراطيه. اذا المبدا او الروح السائد في نظام الحكم محكوم بنمط ونوع القائمين. طيب بدا يفصل لنا في كل نوع شيء من التفصيل. اولا الحكومات الديمقراطيه كنوع اول من الحكومات الجمهوريه قائمه على فكره الفضيله السياسيه اللي بتعني ان حب الدوله وحب المساواه، فالافراد هم من يختارون في ظل المساواه، يختارون من يحكم، والسلطه التشريعيه تظل في يد الافراد. ده الحكم الجمهوري وفقا بنمطه الديمقراطي. الحكم الجمهوري الاستقراطي قائم على الاعتدال الناتج عن الفضيله، فالموظفون يختارون بانتخاب، والسلطه التشريعيه تركز في مجلس مختار في انتخابات سرية. هنا بقى السلطة التشريعية انتقلت من يد الأفراد إلى يد المجلس، وهناك موظفين بيتم انتخابهم. الحكومة الملكية اللي هو حكم الفرد القائم على أول من يطبق قانون، تقوم على الفخر والشرف وبحث عن الرتبة والمكانة والهيبة ليصبح الشخص من النبلاء. فاكرين حضراتكم كان أيام الملك البهوية والبشوية والسعي إلى أن يكون من بطانة الملك، والسعي أن ينول شرف ورتبة من الملك، أن يكون من النبلاء أو النخبة. والدولة بتحاول ان حاولت ان تحافظ على هذا الطابع من البحث عن الشرف والنخب والمراتب والمكانات والالقاب. النمط الرابع حكم الاستبدادي، حكم الفرد وفقا لرغباته بتقوم على القوة وتظل تعمل طالما الفرد في حالة خوف. يعني الحكم الاستبدادي يظل موجودا طالما ظل الفرد دائما في حالة خوف. دي كده احنا اتكلمنا عن القوانين انواعها مصدرها نسبيتها، وكلمنا عن الحكومات وأنواعها بشيء من التفصيل. القوانين والحكومات مونتسكيو حاول يربط بينها، شايف ان القانون في ظل الحكم الديمقراطي بينمي المساواة، في ظل الحكم الاستقراطي بتنمي الاعتدال، وفي ظل الحكم الملكي بتعمل على تنظيم او تنمية فكرة الفخر والرتب. طب في ظل الحكم الاستبدادي طبعا مفيش قانون لانه بيحكم وفقا لرغبات حاكم فرد في حكم قائم على القوة. عشان كده مونتسكيو مؤكد على ان تغيير حجم الدولة معيار اساسي لتغيير الثروة اللي بتتمتع بها هذه الدولة، والحكومات الجمهورية او يحاول يربط ما بين حجم الدولة وشكل نظام الحكم او شكل الحكومة بتطبق فيه. فشايف ان الحكم الجمهوري سواء ارستقراطي او ديمقراطي بيناسب الدول الصغيرة الحجم سكانيا ومساحة، الحكم الاستبدادي بتظهر وتناسب دول صاحبة الأقاليم متنامية الأطراف، محتاجة حاكم قوي، محتاجة حاكم أحيانا أو يعني بعد الأشخاص عن مركز الحكم بيخلي الحاكم يخرج عن الأطر القانونية. وعشان كده عشان الدولة تتوسع، عشان الدولة تتوسع مساحة أو تمسح بالموارد يلتزم مع تغيير في نمط الحكم. يعني نمط الحكم بيناسب دول لا يناسب، نمط الحكم اللي بيناسب بعض الدول لا يناسب البعض الآخر.
القضية الثالثة اللي اتكلم عنها مونتسكيو قضية الحريات السياسية. يعني هو كده اتكلم عن القوانين أنواعها وأنماطها ونسبيتها وأنواع نظم الحكم بتنشأ إزاي، أساس التفرقة بينها وأساس تناسبها مع واقع الدولة، فكرة القانون ووظيفته بالنسبة لبعض الحكومات. القضية الثالثة هي قضية الحريات السياسية. مونتسكيو أكد أن الحرية موجودة في كافة نظم الحكم، لكن هي ليست حرية مطلقة زي البعض ما أكد عليها أحيانا. هي حرية في القيام بما يسمح به القانون. يعني في أطر بيضعها القانون، أنت حر أن تقوم بما تريد في إطار هذا القانون. أكد أن الاستبداد ينتشر إن لم تكن هناك سلطة خارجية تمارس الرقابة على الحكام والموظفين. هنا بقى يبتدي يدخل على فكرة السلطات والرقابة المتبادلة بينها. أنا أستبد كحاكم إن لم تكن هناك سلطة تشريعية مثلا خارج السلطة التنفيذية تمارس رقابة على ما أقوم به كحاكم أو كموظف عام. لذا مونتسكيو كان بينادي فكرة الفصل بين السلطات. القضية الرابعة، فكر مونتسكيو هي فصل السلطات. إن كان يتكلم عن القانون، هو تحس إن في تسلسل فكر مونتسكيو، إن قضية ترتب للقضية. اتكلم عن القانون ومصدرها، بعدها اتكلم عن ايه هي انواع الحكومات اللي بتحكم وفقا لهذا القانون، وان غاب القانون ايه هو نوع الحكم اللي بينتج، وبالقانون والحكومة اتكلم عن اين موقع حرية الشخص او حرية الانسان او حرية السياسية في ظل هذا القانون في هذه الحكومة، اللي اكد من خلالها على فكرة اهمية الفصل بين السلطات كضامن لهذه الحريات. وعشان كده القضية الرابعة اتكلمت عن فصل السلطات. مونتسكيو تأثر بنظام الدستوري، بيؤمن أساسا بالفصل بين السلطات، وعشان كده آمن وصدق وقدم تصور فكري لكيفية ممارسة فصل السلطات مع وجود رقابة وتوازن. عشان كده شايف أن فصل السلطات هو الضامن الحقيقي لاستمرار الحريات. عشان كده اتكلم أن مهمة السلطة التشريعية عمل القوانين، السلطة التنفيذية هي ممارسة الشؤون الخارجية، والسلطة القضائية تطبيق القانون. مونتسكيو في تفصيله لهذه السلطات الثلاثة ما تناولش الاقتصاد الداخلي والسلطة التنفيذية، وده أوجه من أول قصور فكر مونتسكيو. يعني السلطة التنفيذية مش مهمتها فقط الدخول في علاقات دولية أو ممارسة علاقة الأمة بالأمم الأخرى، لكن هناك أو لها بعض الاقتصاد الداخلي. أكد مونتسكيو أن تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد سلطة أو حاكم يقضي على الحرية. ووصف أو جمع السلطات في يد سلطة واحدة يؤدي إلى درجة عالية جدا، درجة متطرفة من الاستبداد. إذن تركيز سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية في يد سلطة يقضي على حرية الأفراد، مفيش حريات سياسية خلاص، لأن مفيش من يراقب هذه الحريات. ووضع السلطات كافة في يد سلطة واحدة، سلطة تشريعية والتنفيذية والقضائية في سلطة واحدة، يؤدي إلى درجة متطرفة من الاستبداد. عشان كده بدأ يتناول في تفصيلاته من يتولى هذه السلطات. هو شايف السلطة القضائية توضع في يد محلفين، حضراتكم عارفين نظام المحلفين في النظام الأمريكي مثلا، مش في يد قضاة مهنيين، قاضي مهنته أو شخص مهنته ممارسة السلطة القضائية أو ممارسة القضاء بين الناس، لا ده في هيئة من المحلفين هي اللي بيمارس قدامها الادعاء والرد على الادعاء، وهي اللي بتحكم. السلطة التشريعية في يد الشعب، هو اللي بيختار مجلس تشريعي. وطرح فكرة، وده برضو كان طارح حديث بالنسبة للقرن 17 أو القرن 18، فكرة التمثيل الدوائر، بحيث أن يتم إعكاس الرغبات والتطلعات من هذه الدوائر الصغيرة في السلطة التشريعية أو في المجلس التشريعي. وقال أن برضو تدعيما لفكرة الرقابة والفصل بين السلطات، أن هذا المجلس يمارس من خلال بيتين أو من خلال مجلسين، أو السلطة التشريعية تنقسم إلى مجلسين، مجلس أعلى ومجلس أدنى وبينهما رقابة. طيب بالنسبة للسلطة التنفيذية، هي في يد حاكم وحاكم بيعاون بعض الأشخاص، فيها في يد حاكم أفضل من مجموعة من المستبدين. السلطة التنفيذية في انعقاد دائم، السلطة التشريعية لها دورات انعقاد، ويجب أن تخضع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية. أكد على أهمية فكرة الرقابة المتبادلة بين السلطات، وأهمية دور القوات المسلحة أو الجيش المرتبط بالشعب. جيش مرتبط بالشعب، لأن الدول الأوروبية في الوقت ده كانت بتعاني من تدخل الجيوش المرتبطة بالحاكم. هو شايف أن الجيش مرتبط بالشعب حتى لا يستخدمه السلطة التنفيذية في قهر الشعب، ويجب أن يتم مراقبة الجيش حتى لا ينقلب على السلطة أو تستخدمه السلطة التنفيذية
ضد او لقمع او لايقاف رغبات شعبية او حريات سياسية، وعشان كده يجب ابعاد الجيش عن السلطة في الوقت ده، لان كان في الوقت الصراع ما بين البرلمان وبين الملك، وفكرة تحكم الملك واستخدامه سواء في انجلترا او في العديد من الدول الاوروبية في القرن 17 والقرن 18، فكرة تحكم الجيش وتحكم الملك واستخدام الجيش في قمع حريات بعينها. الحرية السياسية وفقا لمونتسكو هي قدس الأقداس أو الفكرة الرئيسية بالنسبة له، هي مصدر أمان وطمأنينة المواطن، أن أنا أظل أتمتع بتلك الحرية السياسية. تركيز السلطة يعني انتهاء حكم القانون وتقليص مستوى الحرية. عشان كده هو اتكلم عن أنواع الحكومات، واتكلم عن الحريات، واتكلم عن فكرة الرقابة والفصل بين السلطات. القضية الخامسة، فكر مونتسكو الحديث عن الحقوق المدنية. الحقوق دائما ينظر لها من منظور الحرية، يعني منظور مونتسكو الحرية من خلال أو في محاولة للحفاظ على الحقوق السياسية. أكد على أهمية تعديل القانون المدني والإجراءات لحماية حقوق الأفراد. عشان كده مفيش حاجة اسمها إعدام إن لم يكن هناك شروط بعينها لتطبيق هذه العقوبة والحفاظ على حق الحياة بالنسبة للأفراد. فالحق ينظم من باب أو من منظور الحرية، الحق ينظم بقوانين تحمي حقوق الأفراد وتحمي حرية الأفراد، ولا يتم تقييد حرية الأفراد إلا بقوانين خاضعة إلى أو تحاول التعامل مع حقوق الإنسان أو حقوق الفرد. القضية السادسة اللي اتكلم عنها مونتسكيو وهي قضية الرق، العبودية اللي كانت منتشرة في القرن 15 16 17 18 كمان، كانت لا تزال إرهاصات أو لا تزال أثار الرق تمارس في الدول الأوروبية. هاجم الرق ويرى مؤسسة مصطنعة وضرب المجتمع يقيد تطور الذات للعبد والسيد. إن أنا كإنسان، مونتسكيو يبحث عن حرية، بيبحث عن الحقوق، ازاي يتم تقييدي في علاقة ان انا اظل تابع او اظل عبد لشخص، وان انا كسيد وصنفت نفسي تصنيفا ان انا سيد وليس عبدا، ساقف عند هذا الحد ولن استطيع ان امارس او اتطور ذاتيا. وده كمان شايف ان الرق شجع على سوء المعاملة داخل الدول الاوروبية. حاول يفرق كمان ما بين الاصل وما بين العبودية. الاسير ليس عبدا باي شكل، فالمتصف الحرب لا يحق له مصادرة حرية الفرد. الحرية عند مونتسكيو زي ما قلنا هي تاج الحقوق الانسانية او تاج حقوق الانسان، فلا يمكن ابدا سلبها نتيجة ان انا اصبحت مهزوما، والمهزوم يفقد حريته، بس ما مع فقدان هذه الحرية يفقد اهلية الدخول في عقد ما لا يجوز له، لا يحق له، ليس بقانونيا ان يدخل هذا الانسان الذي فقد حريته في عقد اجتماعي ينص على فقد ابدي لهذه الحريه، وان يصنف كعبد في علاقه سيد وعبد دائمه بين الانسان او بين شخص وشخص اخر. كمان الرق قائم على اساس البيع والشراء، ان انا عندي عبد ببيعه او عبد ومعايا فلوس فبشتري عبد، ليس له اساس، لان العبد لا ياخذ مقابل لفقد حريته. ان انا إنسان فقدت حريته وصنفت كعبد وأباع واشترى، لا أخذ مقابل أن أنا أباع ويأخذ مقابل حريتي شخص آخر ويهب أو يهبني إلى شخص آخر يمارس سلب الحرية، وأنا لا أتقاضى مقابل فقد هذه الحرية. طيب هل الإنتاجية هتقوم إزاي لو مفيش رق؟ شايف أن العمل الحر بدأ، لفظ العمل يدخل فيه طبعا، ده مع الثوره الصناعيه ومع المصانع ومع بدات فكره العمل كاساس الانتاجيه. طيب هل كان مونتسكيو يقصد الرق بشكل عام؟ لا، مونتسكيو كان بياكد ان الرق الاوروبي يعني استعباد الانسان الابيض، لكن بالنسبه للانسان الاسود او بالنسبه للانسان الافريقي لم يجرم مونتسكيو فكره الرق او العبوديه، لانه شايف ان هو طبيعي قانوني ان تستخدم الدول الاوروبية حقها في استعباد الانسان الاسود اللي وضع ليه سمات بعينها. ياريت تقروا كيف صنف هذا الانسان او كيف عبر عن عنصرية بيضاء تجاه هذا الانسان لتعمير العالم الجديد. الابيض يستخدم كما يستخدم ادوات البناء وادوات الزراعة، يستخدم اداة هي الانسان الاسود. ولم يرفض مونتسكيو عبودية واسترقاق وتجارة الرق في الانسان الأسود. القضية السابعة، فكر مونتسكيو فكرة تأثير الظروف البيئية على
القوانين وعلى نظم الحكم، الظروف البيئية ونسبية القوانين. شايف ان المجتمعات بتختلف، وده طبيعي وده سنة في الحياة، فعشان كده لازم القوانين نفسها تختلف والحكومات ذاتها تختلف. اكد على اهمية البيئة وتأثيرها على النظام السياسي، ان النظام السياسي اللي يناسب بيئة باردة غير اللي يناسب بيئة حارة، اللي يناسب بيئة جليدية غير اللي يناسب بيئة متغيرة الطقوس المناخية. عشان كده شايف ان الحرية طبيعي انه يقول انها مناسبة للطقس البارد والطقس المتغير الباشا الوصول، اما بالنسبة للمجتمعات اللي فيها الطقس حار فالافراد بيميلوا للخمول، فبيميلوا ان يتم نعامله معاملة العبيد، وده يبرر موقفه من الانسان الافريقي. شايف ان حكم الفرد بيبقى مناسب بالنسبة للمجتمعات ذات التربة الخصبة، فبتميل للزراعة، بتميل للخنوع، بتميل للاتكالية، بتميل الى ترك الحكم يضارب من فئة بعينها، فبيناسبها حكم الفرد الواحد، لكن حكم الجماعة بيناسب المجتمعات غير خصبة البيئة، غير خصبة البيئة وغير خصبة التربة، فبيقوم في رعي، بيقوم في صناعة، فبالتالي مجتمعات وجماعات مختلفة، بالتالي لازم تمثل هذه الجماعات وهذه المجتمعات داخل الحكم، بينشأ أو بيظهر عندهم حكم الجماعة أو حكم المجموعة. الدول الجليدية شايف أنها حرة أو بتمارس من خلالها الحرية. القضية التامنة في فكر مونتسكيو فكرة اختلاف الأديان. من باب الحرية ومن باب البحث عن الحقوق أكد مونتسكيو أن هناك اختلاف الأديان، وأن اختلاف الأديان بيؤثر على طبيعة النظم السياسية نفسها. عشان كده شايف ان المسيحية بتناسب النظم المعتدلة، وكان ليه طبعا نظرة عنصرية زي ما تجاه الافارقة على اساس لوني، تجاه الاسلام على اساس مذهبي او على اساس ديني. شايف ان الاسلام بيناسب النظم الاستبدادية، وده طبعا مصدر انتقاده مرفوض بالنسبة لفكر مونتسكيو. شايف ان الكاثوليكية كمذهب بتناسب الملكية، اما البروتستانتية بتناسب الجمهورية كارستقراطية او ديمقراطية، ولكن اكد على فكرة التسامح الديني وتدخل الدولة في حفظ هذا التسامح والتأكيد على هذا التسامح الديني. وشايف ان هناك علاقة واضحة ما بين تدين الحاكم والعدل في اسلوب الحكم، يعني ما بين تمسك هذا الحاكم بالمعتقدات الدينية بعينها وبين العدل الذي يمارس من قبل هذا الحاكم في تطبيق اسس وقوانين حكمه. اخر سلايد عند حضراتكم في الفيديو اللي قدامكم هي فكرة اهم مساهمات مونتسكيو في الفكر السياسي. اولا الكتاب بينتقد فكرة تعميماته على الدول غير اوروبية، وشايفها تعميمات غير دقيقة، لم تكن افكاره تجريبية، يعني افكاره مالت الى الابعاد النظرية، لكنه اسهم بصورة واضحة في فكرة فصل السلطات. هو شخص كان عنده 3 سلطات، وعنده فكرة الرقابة، وعنده فكرة الفصل. شخص من المفكرين اسهموا بصورة واضحة في فكرة ابعاد الاجتماعية وتأثيراتها السياسية، بعد الاجتماعية في كل ما يؤثر على المجتمع. شخص من الاسهموا بصورة واضحة في فكرة نسبية القوانين ونسبية الحكومات. شايف الكتاب ان هو من الاشخاص اللي وضعوا محددات زمنية وجغرافية، تاريخية وجغرافية نمط الحكومات. شايف ان هو نظرية القانون الطبيعي، العدالة المطلقة والمساواة في فترة بعينها، وكيف تطور الانسان انه يدخل في عقد وانه يصبح مجتمع مدني، ارتباط الحكومة بالزمان والمكان مرة اخرى بتأكد عليها. كان من رواد فكرة الاتجاه الايكولوجي في الدراسات السياسية، الاتجاه البيئي، تأثير البيئة على الممارسات وعلى السمات السياسية. اذا مونتسكيو من الاشخاص اللي اسهموا في 8 قضايا فكرية، كانت اولها فكرة قانون وانواعه وانماطه ومصادره ونسبيته. اتكلم عن انواع الحكومات وايه افضل انواع الحكومات وايه اشكالها، وازاي بيؤثر نمط الفرد على الحكم، وازاي بيؤثر القانون على الحكم. اتكلم عن الحريات السياسية، اتكلم على القضية الرابعة كانت الفصل بين السلطات، القضية الخامسة عن الحقوق المدنية وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق، القضية السادسة اتكلم عن الرق وازاي رفضوا وايه البديل المقدم ليه، القضية السابعة كانت على فكرة الظروف البيئية وتأثيراتها السياسية، تأثيراتها على القوانين وتأثيراتها على الحكومات، القضية التامة كانت اختلاف الأديان وكيف أن الدين وارتباطه بالسياسة أو ارتباطه بنمط الحكم، وإزاي هناك مذاهب تنشأ في أنماط حكم بعينها أو حكومات بعينها، ومذاهب لا تنشأ أو لا تقبل من هذه الأنماط، وإزاي تدين الحاكم بيأثر على النمط حكمه. وبعدها انتهينا بأهم المساهمات، فكرة أهم القضايا الفكرية أو أهم الأسهامات اللي قدمها مونتسكيو. أشوف حضراتكم على كل خير، شكرا جزيلا.